Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous allons faire Sourate Al-Balad. Nous sommes accompagnés avec Faris. Assalamu alaikum Faris. Wa alaikum salam. جيد. إذن نبدأ بسم الله. بسم الله أعوذ بالله. Donc toujours avant de commencer le Coran, la lecture du Coran, on commence par أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Alors أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد. لا أقسم بهذا البلد. وأنت حل بهذا البلد. وأنت حل بهذا البلد. ووالد وما ولد. ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. لقد خلقنا خلقنا الإنسان في كبد. جيد. كومونس تو سول. لا أقسم بهذا البلد. وأنت حل بهذا البلد. ووالد وما ولد. لقد خلقنا لقد خلقنا الإنسان في كبد. جيد أحسنت. إذن إذن on a dit à chaque fois quand on veut arrêter à la fin du verset on fait sukun. Là c'est el baladi mais nous on dit el balad. D'accord. Ici nun elle est verte donc on fait avec le nasim avec le nez. Wa anta hillun, tu vois ici le mim, au lieu de dire hillun on dit hillum. Hillum bihada hillum. D'accord. Ensuite on a walidin. Walidin ici on va effacer une et on laisse une seule. Ce qu'on appelle el idgham, on va l'apprendre plus tard. Walidiwama. Voilà. Donc ici, on appuie sur le nun. Ici encore, nun, elle est verte aussi, on appuie sur nun. Ici, lam, elle est prolongée, donc on fait avec le rouge, on fait 4 temps. D'accord. Allez, on recommence. La uqsimu bihada al-balad. La uqsimu bihada al-balad. Wa anta hillum bihada al-balad. Wa anta hillum bihada al-balad. Wa walidin wa ma walad. Wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqna al-insana fi kabad. لقد خلقنا الإنسان في كبد. ici خلقنا mais vu qu'il y a l'alif ici on a sukun donc comme si il n'existe pas le alif ici. D'accord. خلقنا ال... d'accord. خلقنا il n'y a pas la prolongation. Vas-y tout seul maintenant. لا أقسم بهذا البلد. وأنت حل بهذا البلد. ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. أحسنت. أنا بنبلا. أتوا. لا أقسم بهذا البلد. وأنت حل بهذا البلد. ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. أحسنت. On va enlever البلد. Vas-y. لا أقسم بهذا البلد. وأنت حل بهذا البلد. ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في
الجبد. خا خا خا. Tu te rappelles les lettres emphatiques? Oui. On a le خا après. Le قاف. قاف. أحسنت. Le صاد. صاد. طا. طا. أحسنت. ظا. ظا. غا. غين. أحسنت. الضاد. ضاد. أحسنت. On va enlever le بلد, ce بلد là. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. أحسنت. إذا نغلبسي ولد. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. أحسنت. وعمل في كبد. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. أحسنت. أي بهذا. ماذا؟ لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. أحسنت. Allez, oxymo. La oxymo bihad al balad. Wa anta hillum bihad al balad. Wa walidi wa ma walad. Laqad khalaqna al insana fi kabad. Ahsant. Bihada. Allez. La oxymo bihad al balad. وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. أحسنت. من في ألف. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. أحسنت. إنسان. يا أوكي. إنسان. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. أحسنت. حلم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. أحسنت. و ما لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. أحسنت. خلقنا. أمي خلقنا. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. أحسنت. علي تك. مازي. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد.
أحسنت. ماشي. لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. أحسنت. لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. أحسنت فارس، أحسنت. Donc là où on a terminé les quatre premiers versets de Sourate Al-Baled, la prochaine fois, Inch'Allah, on va continuer. Donc si tu veux que j'écoute ta lecture, tu peux t'inscrire, c'est dans la description. Je te dis à demain pour la suite de Sourate Al-Baled. Astaoudiakoum Allah, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam.